أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أن الإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية لمملكة البحرين جاءت بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي تحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكافة الجهود الوطنية التي يقوم بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والذي أسهم في احتواء ومنع انتشار الفيروس في المملكة، مشيرا إلى حرص معاليه وكافة أعضاء الفريق الوطني للتصدي للفيروس على مواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. رحب معاليه بتقرير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حول إجراءات مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 والذي أشاد المكتب الإقليمي للمنظمة خلاله بتعامل المملكة مع الفيروس بتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. أشاد المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية باتخاذ المملكة لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطرق التقرير إلى الاستعدادات المبكرة التي اتخذتها المملكة وتطبيقها للإجراءات اللازمة المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس، وهو ما بوأ مملكة البحرين لتصبح نموذجا يحتذى به في طريقة التعامل لاحتواء الفيروس. وأثنت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة على حرص منظمة الصحة العالمية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا كوفيد-19 في كل دول الإقليم والعالم، ومشيرة إلى أن الإشادة التي حصدتها المملكة من قبل المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في تعاملها مع الفيروس هو دليل على ما يبذله كافة أعضاء فريق البحرين من جهود متواصلة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، بما يعكس التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد اشتمل التقرير على ما قامت به المملكة من إجراءات حصدت بتنفيذها على هذه الإشادة الدولية والمتمثلة في تشكيل فريق وطني لوضع استراتيجية لاحتواء ومنع انتشار الفيروس واستعداد المملكة المبكر للتصدي للفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية قبل تفشيه في الصين، إلى جانب وضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة. كما أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة عبر تأمين المنافذ من خلال آلية خاصة بمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ ومنعها للقادمين من الدول الموبوءة الدخول إليها وتعليق وتقليل الرحلات الجوية من دول المنطقة. بيّن التقرير أن مملكة البحرين تواصل التحقيقات الوبائية الموسعة بالإضافة إلى حصر أماكن تواجد المصابين والمخالطين ووضع تدابير احترازية لمكافحة العدوى، وأن كل الحالات القائمة يتم علاجها في مراكز مخصصة للعزل والعلاج تحت إشراف فريق طبي مختص بحسب البروتوكولات العلاجية والوقائية المعتمدة. وأشار التقرير بالإجراءات الوقائية والرقابية التي تتخذها المملكة في مجال تعزيز سبل التصدي لهذا الفيروس ومتابعة الترصد والالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات التوعوية الصادرة من منظمة الصحة العالمية. كما أشار إلى أن مملكة البحرين قدمت نموذجا متميزا بشأن التوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين بلغات مختلفة من خلال موقع وزارة الصحة ومختلف وسائل الإعلام. قد تطرق التقرير أيضا إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مراكز الحجر الصحي الاحترازي لكافة الحالات المشتبه بها وما قامت به من إجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا كوفيد-19 من شخص إلى آخر عبر الحث على عدم القيام بأي تجمعات عامة وتقديم نصائح للمواطنين والمقيمين بعدم السفر للدول الموبوءة ومنع دخول القادمين منها إلى مملكة البحرين.